استديوهات إير هوليوود التي أسسها المنتج اللبناني طلعت قبطان يمكن أن تنتج جميع أنواع مشاهد الطيران السينمائية في بيئة صديقة، ما يوفر مئات آلاف الدولارات على المنتجين، كما يوفر الوقت أيضاً. ولم يختر قبطان إنشاء هذا الاستوديو عن عبث، بل بعد تجربة خاصة باتت بعدها هذه الاستوديوهات مقصد المعلنين ومنتجي السينما والتلفزيون. أنا أول ما بلشت أز منتج أفلام في فيلم كنت عم بعمله بهوليوود، لأن كل الأفلام اللي بيعملوا أنا موجودين بهوليوود. في فيلم اللي عم بعمله كان في علاقة في طيارات وفي مطار على أساس يكون منظر من الفيلم. بس شو صار؟ شو عملنا نحن؟ إنه كان صعب كتير نلاقي طيارة مشان فيلم فيها، كان صعب كتير. بقى حاولنا، اشتغلنا، دورنا، كل شيء بلوس أنجلوس كله ممنوع، ما بتقدر اشتغل هون وما بتقدر اشتغل هون. فكرت بالفكرة إنه ليش أنا ما بفتح استوديو سبيشلايز بالطيارات وبالمطارات. بقى هلا بلشنا فيه من شي 15 سنة هلا، وهلا نحن أكبر استوديو موجود بالعالم. تحصيل تصاريح التصوير في المطارات الحقيقية بات صعباً على منتجي الأفلام، لا سيما بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة. لذا لجأت مئات شركات الإنتاج إلى هذه الاستوديوهات المتكاملة لتصوير غالبية مشاهد المطارات والإقلاع وسواها. لما نحن بنشتري الطيارات، الطيارات بتكون الوقت خلص. بقى الطيران بيستعملوها لعشر سنين أو 15 سنة، بعد ما يخلصوا بينزلوا بيحطوهم بالصحراء، نحن بنجي نشتري طيارة. نحن بناخد كل القطع منها، بنشقفها كلياتها، بنجيبها وبنحطها مع الانجينيرز، بنحطها كلياتها مشان الدايركتورز والفيلم كرو يشتغلوا فيها. بقى بنعملها سبيشال سكشنز مشان يشيلوا الطيارات، يشيلوا الكراسي ويحطوا الكراسي. بقى هيدي اتس ا بروجرام بنستعمله على طول كثير، من هيك كل الطيارات بيجي لعنا. اهلا بكم، الغد على متن الطائره، وجهتنا هي السبعينيات. تقدم استوديوهات هوليوود تجارب فريدة من نوعها، من ضمنها عشاء فاخر على متن طائرة تعود لسبعينيات القرن الماضي. وهذه تجربة مختلفة مقارنة بما يختبره الركاب في الطائرات التجارية هذه الأيام. نحاول أن نعيدكم إلى السبعينيات بالصوت والمشاهد والمأكولات والأزياء وكل ما تجدونه على متن هذه الطائرة. هدفنا هو أنكم حين تطؤون هذه الطائرة تصبحون فورا في العام 1970. لحظة وصول الركاب إلى الردهة، أعطيهم تذاكر الصعود إلى الطائرة وأبلغهم بمقاعدهم. كما نتحدث قليلا، إذ أحب أن أعرف من أين يأتون إلينا. وبعدها حين يحين الصعود إلى الطائرة نعلن عن الأمر. The menu is very similar to what they served back then. قائمة الطعام شبيهة جدا لما كان يقدم حينها، ففي العام 1970 كان الطعام كهذا الذي قد تجده في المطعم. في الطابق العلوي نقدم الكافيار، وهو أمر مميز جدا، ما عادت أي من وسائل النقل الأمريكية تفعل ذلك اليوم، وبالتالي نستعيد التجربة مع الطعام الفاخر على متن الطائرة. قبل بضع سنوات فقط استحدثت استوديوهات إير هوليوود هذه الخدمة إلى جانب خدمات أخرى، من بينها مدرسة لتعليم الأفراد خوض تجربة الطيران بثقة من خلال تقديم معلومات واختبارات قيمة لهم. غالبيتنا طالما أننا في محيط لوس أنجلوس ممثلات أو ممثلات طامحات، لكن بعضنا مضيفات طيران، وهذا يساعدنا لأننا ندرك كيف نعلن عن قواعد السلامة على متن الطائرة، ونعرف الكثير عن لغة الطائرات. لذا من الممتع أن نغمر الركاب بتلك التجربة والتي تتضمن معرفة بالطيران، فهذا برأيي يروّد المعرفة. كل الممثلين اللي اجوا لهون، اجا توم كروز واجا براد بيت واجا جورج كلوني، ما في أهمية ممثلين بكل العالم إلا ما بيجوا لهون. حتى الإمارات كوميرشال اجوا لعنا مشان يعملوا، وجينيفر أنستيد بيجوا يعملوا كوميرشالز. أفلام نعمل مثل برايدز ميدز، ذا وولف أوف وول ستريت، وي هاف سو ماني موفيز، عملنا أفلام كتير. أكثر من 25% من سكان الأرض يخشون تجربة الطيران، وتؤثر هذه الفوبيا على تقدمهم في الحياة.
وعليه تمنح استوديوهات إير هوليوود دروساً مع أشخاص لديهم خبرة تفوق 30 عاماً في الطيران، كما تخضعهم للتجربة ذاتها بعد أن تتأكد من قدرتهم على استيعابها معنوياً. يملك السيد طلعت وموظفيه شغفاً واضحاً ليس فقط لصناع السينما ولكن لصناعة الطيران أيضاً، فالعناية بالتفاصيل ميزة يمكن أن نراها في كل ما يفعلونه، ما يساعد على ابتكار صورة لا يمكن تمييزها عن تلك الموجودة في المطارات والطائرات الفعلية.